ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفين الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. تحياتي لك دكتور عمرو. ما زالت تتوالى الأخبار العالمية حول ارتفاع معدلات التضخم وتعطل سلاسل الإمداد وغيرها من تداعيات الأزمة الأوكرانية، وآخرها إعراب برنامج الغذاء العالمي عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ودفعها بالفقراء إلى حافة الجوع. كيف ترى تلك البيانات والتحذيرات وتوقعات لسيناريوهات الفترة المقبلة؟ هو فعلا للاسف ان معظم التوقعات والتاشيرات اللي اصدرها البنك الدولي او حتى صندوق النقد الدولي بارتفاع الاسعار الى مستويات لا مثيل لها، طبعا نتيجه ازمه الطاقه وازمه الغذاء، وكمان كان في توقعات بعد ازمه كورونا ان بقى في ريكفري او في معدلات استعاضه، وابتدينا نشوف معدلات كبيره للاستعاضه، لكن للاسف جاءت الحرب كسرت كثير من حركه التجاره الدوليه. يمكن زي ما انا قلت ان منظمه التجاره العالميه خفضت توقعات النمو العالمي، ودي مشكله كبيره، لان لما بتخفضي معدلات نمو التجاره او لما تنخفض معدلات نمو التجاره او لما يقل التبادل التجاري، بالتالي الانتاج يقل والاستهلاك يقل، واسوأ شيء ممكن نواجهه او يواجهه اللي بيشتغل في الاقتصاد او بيدرس الاقتصاد او بيحلل الاقتصاد ان نرى انحصار في الطلب والعرض، لان الشركات بتنتج وعايزينها تنتج وعايزينها تزود الانتاج وعايزين المستهلك يستهلك عشان عجله الانتاج وعجله الاقتصاد تمشي تاني وترجع تمشي. اذا النهارده احنا في حاله فيها كسر لهذه الحلقه، ففي ضعف في سلاسل التوريد، الانتاج بيقل، ارتفاع التكاليف، الطاقه، النقل، وحاله من الخوف في السوق والمستهلك في الاستهلاك، وده اللي خلى معظم البنوك المركزيه والمصارف المركزيه طبعا رؤساء الولايات المتحده رفعت سعر الفائده، شفنا في الفتره اللي فاتت بشكل غير مسبوق، يعني الولايات المتحده رفعت ب 0.5 خمس درجات، احنا كنا دايما بنشوف 1 1.5 2 2.5، انما تترفع بدرجه 5 مره واحده ده دليل على ان الازمه كبيره، ولا على ان التضخم زي ما شفناه في الولايات المتحده وعدد كبير من الدول الاوروبيه حتى مش بس في دول العالم الثالث. لكن دكتور عمرو، هل رفع الفائده مثلما تقول في امريكا وغيرها من الدول الاخرى من الممكن ان يكون حل لهذه المشكله الكبيره؟ لا طبعا، هو مش حل جذري، هو مش حل جذري، لكن ده اللي مكتوب في كتاب الاقتصاد، ان لما بيحصل تضخم بترفعي نسبه الفائده عشان تشمطي السيوله اللي موجوده في المجتمع. لان في فلوس عندي في المجتمع وما فيش انتاج او في ضعف في الانتاج، فبينتج التضخم نتيجه زياده السيوله عن حجم الانتاج اللي موجود، وبالتالي بتلجئي، وانا بقول تمبرري، المفروض بتلجئي وقتيا ان انت ترفعي نسبه الفائده عشان تشفطي نسبه الاموال اللي موجوده في المجتمع، الناس بتحطها في البنوك عشان ما تصرفش، لكن برضه لا تاثير سيء او سلبي على الاقتصاد، لان انت في الحاله دي بتشفطي السيوله اللي موجوده اللي المفروض تروح للاستهلاك، فانت قللتي الاستهلاك نتيجه ما فيش انتاج. فده حل وقتي، الحل الرئيسي ان توقف الحرب وترجع عجله الاقتصاد تاني، وتبتدي العجله او الاليات الاقتصاديه ترجع تاني، والنمو يرجع تاني، والتبادل يرجع تاني، عشان الاقتصاد يمشي بطريقه مش ارتفيشال. بالطبع دكتور عمرو، هناك مؤشرات دكتور عمرو ايضا تتحدث حول اتجاه الدولار صوب اكبر تراجع اسبوعي في نحو 4 أشهر، ما دلاله ذلك وكيف ترى موقف الدولار الان؟ شوفي، هو موضوع الدولار، يعني حركه الدولار طلوعا مضبوطا، ان الدولار كان في الاسبوعين اللي فاتوا هتوافقيني في رايي كان بيسجل اعلى ارتفاعات في الفرق بالعملات الاجنبيه. وكان في تكالب على شراء الدولار مقارنه بانخفاض اسعار الذهب. فاحنا النهارده قدام لعبه الشطرنج، ويعني انا بقول ان روسيا وامريكا على خلفيه هذه الازمه بيلعبوا بكل الادوات اللي موجوده قدامهم، بالذات الادوات الماليه، وفيني في رايي ان في حرب على الروبل وفي حرب على الدولار، وبالتالي حركه ارتفاعات الدولار دي نتيجه الاليات او نتيجه الادوات اللي بتستخدمها الولايات المتحده وروسيا في ضرب العملتين، واللي بيأثر طبعا على سعر سعر الدولار كان مرتفع في الاسبوعين الماضيين. طبعا ده عمل ريكورد، بس مرتفع ده عمل ريكورد، لكن بينزل تاني نتيجه حركه المضاربه عليه في الوقت الراهن. وصلت الفكره دكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، شكرا جزيلا لك.